السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الكرام حياكم الله. اليوم معنا تصريحات هامة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص عودة مليون لاجئ سوري طبعا إلى سوريا. تابع معي الفيديو إلى النهاية. بسم الله. الرئيس التركي: نحضر لمشروع جديد يتيح العودة الطوعية لمليون شخص من أشقائنا السوريين الذين نستضيفهم في بلادنا. وأيضا الرئيس التركي: نحو 500 ألف سوري عادوا إلى المناطق الآمنة التي وفرتها تركيا منذ انطلاق عملياتها في سوريا عام 2016. وأيضا الرئيس التركي: نحن أمة تؤمن بأن الله سيمنحها الأفضل ببركة كل المساعدات التي قدمناها للمظلومين، فنحن اليوم من أكثر الدول التي تقدم المساعدات في العالم. وأيضا الرئيس التركي: نحن ندعم بقاء المهاجرين خلف الحدود عبر مشاريع العودة الطوعية من خلال بناء المنازل الآمنة. وأيضا الرئيس التركي: المشروع الجديد الذي سيتيح طبعا الطوعية لمليون شخص من أشقائنا السوريين سيكون في 13 منطقة في الشمال السوري مثل إعزاز وجرابلس والباب والتل أبيض، وسيوفر كل الاحتياجات اللازمة للعيش الكريم من مدارس ومستشفيات. طبعا هاي اهم تصريحات الرئيس التركي بخصوص هذا الامر، يعني هم حاليا عم يجهزون لمشروع من اجل العوده الطوعيه لمليون طبعا شخص طبعا من المقيمين في تركيا طبعا السوريين، طبعا العوده الطوعيه. اقول لكم هذا الخبر الذي تم ذكره من قبل وسائل الاعلام التركيه ومن قبل الرئيس التركي. واذا عندكم اي سؤال او استفسار بامكانكم كتابه بالتعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.